ايه الحاجه اللي لما اتجوزك كان نفسه يغيرها فيكي؟ اقول لك انا بقى في كذا حاجه. هو بني ادم منظم جدا. وانت فوضويه جدا. مش فوضويه. بس مش دقيقه دقه مصطفى. يعني هو دقيق جدا. اللي هو التيشيرت تتطبق بطريقه معينه. اسمه ايه؟ ايه الجمال ده؟ اسمه ايه؟ التيشيرت يعني ليه كده. يعني هو كده ليه سيستم. والدولاب يعني محنتف زي ما بيقولوا. لا انا ممكن ازق كحور كحور وين. كحور كحور يعني الكحوره ده شعار البيت عندكم؟ لا انا بقول لك مش كله. انا بكلم في حاجتي. في حاجتي انت يعني كنت عندي عايزه. عندي اوضتي الدريسنج روم. هو ما بيخشهاش قليل بقى. ده لو دخلها ممكن يجي له صدمه. ده يغمى عليه. طب انت ايه اللي لما اتجوزتيه كنت عايزه تغيريه فيه؟ الدقه الفظيعه برضو. عايزاه يبقى فوضوي زي. مش فوضوي يعني. يعني يعني ما ينفعش ان انا ابقى مثلا اتعصب على حاجه بسيطه. انا بطبعي مش عصبيه. يعني يعني ممكن اتعصب بس لازم ابقى مكومه جوايا. مكومة. اطلع كريشندو يعني.